ما زال سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء يعانون من هشاشة المنازل التي أصبحت تهدد حياتهم بعدم توفر أدنى شروط السلامة. فرغم توصل السكان بقرار من رئيس مجلس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بإفراغ البنايات بسبب أقدميتها وخطرها على الساكنة، إلى أن سكان المدينة القديمة يرفضون أي إفراغ إلى حين حصولهم على تعويضات أو مساكن. درنا الشكاية الأولى والشكاية الثانية، خرجنا القرار في شهر 6 2013 وساعه ما داروا معنا والو، كيقولوا لنا تخرجوا من المدرسه، ما قالوش لنا تخرجوا لها، قالنا خرجوا تكريو ولا تقلبوا على فين تمشيو عاد باش تستافدوا. حنا راه ما عندناش فين نمشيو، مشيو نكري، كنا غنكريو نكريو من الاول، علاش نبقاو ساكنين هنايا؟ راجلي 40 عام وساكن هنا، وانا 23 عام نهار تزوجت وانا ساكنه هنا، ولادي ولدتهم هنا في هاد الدار. لا ما كاينش الاصلاح، عطاونا قرار ديال الهدم بان الدار اي للسقوط، وكلها مسقفه بالعود كما شفتي راهي، شتي حالتها كيفاش دايره. ١١٠٠٠ درهم هو المبلغ المطلوب الذي طلبته السلطة المحلية لتمكين الساكنة من منازل بديلة. طالبين لنا ١١ مليون، أي ساكنة من هنا، أي أسرة خارجة من هنا كتطلب منا ١١ مليون باش يعطيوها السكن. السكن حنا ١١ نفس، وبابا وماما هي 13، كي غنديروا فيها الدار؟ كي غنديروا فيها الدار؟ ١١ مليون ما عندناش حنايا، باقي ما حنا ما عندنا ما ناكلو، حنا اصلا ما عندنا ما ناكلو باش نخلصوا هذا الدار. حنا مستعدين اي حاجه داروها مع الناس الاولين نديروها معنا حتى حنايا، ويديروها مع اولادنا، يديروها مع جميع الجيران ديالنا. حنا راه رفوف ديال الاسره هنايا كتضيع في هذه الدار هذه، شي نهار غطيح على بنادم غيولي حتى الاخر عاد باش يجبدوا من تحت من التراب ويقول لك لا نديروا عليهم العشاء، نديروا عليهم شي حاجه، خاص لا كان شي حاجه حنا في الحياه ديالنا. مع أول قطرات المطر يتخوف جل ساكن المدينة القديمة من انهيار جدران بيوتهم، حيث تدق الأمطار ناقوس الخطر وتهدد حياتهم. رحم الوالدين لما ديروا معنا شي حل، راه حنا بيت كنترع عمرنا ما نعسنا، والله ما كنعس. هذه دارنا جات مدرقة ما كتبانش، ما دارنا دار فاتونا وعطوا للناس، راه فاتونا وعطوا للناس، الديور صحاح وعطوهم، وحنا اللي جايبين لنا السقوفة ما عطاونا والو. والشتا أسمين بالله الله شاهد عليا، إلا ما كنعسوش من الشتا ملي كتصب، كنديرو من لانطاج وكنقرب. مسلسل خطر انهيار المنازل القديمة بالدار البيضاء ما زال مستمرا، خصوصا أن 76% منها شيد قبل 50 سنة، وما زال السكان يتخوفون من أن يصبحوا تحت الأنقاض يوما في انتظار أي تعويضات أو إعادة ترميم البنايات المهددة بالانهيار، ليبقى الانتظار سيد الموقف.